بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة بنفتح مجمع بيجمع المصانع الأربعة ويضيف إليه مصنع خامس لقضايا إنتاج السجاد والمنسوجات اللي ليها ورش في أماكن مختلفة جدا في الجمهورية، في أربع أو خمس أماكن أخرى، ولكن احنا أحب الأعمال إلى الله أدومها، وإن قل فما بالك وهو بيكثر يوم بعد يوم وربنا بيبارك فيه. المصنع الأول أنشئ من 4 سنوات، إنتاجياته ابتدت تزيد لدرجة أنه بعضها صدر إلى الخارج. عايزين الجميع يشتغل، عايزين الجميع، تنمية الإنسان هي مهمتنا الأساسية. إحنا صحيح شعرنا أنه من الناس إلى الناس، بناخد الفلوس من الناس وندورها مرة تانية للناس، وده دور المجتمع المدني اللي لابد أن يساهم في بناء هذا البلد وفي حل مشكلات أهله. وإحنا جايين يا فندم لقينا أنت